الاهلي سريعا انضم لي نجمنا طبعا ونجم للنادي الاهلي محمود متولي. بقول لك الف سلامه عليك، عايز اطمن عليك الاول واطمن كل جمهور النادي الاهلي اول ما وقعت الناس يعني حطت دي على قلبها كده يا محمود، يعني ان شاء الله بتبقى حاجه بسيطه. اطمن كل جمهور النادي الاهلي الاول. يعني الحمد لله انا ما كنتش حابب ان البدايه تبقى كده، بس طبعا انا حبيتها بعد الماتش لان دي اول بطوله ليا مع النادي الاهلي. طبعا نسيت اصابه ونسيت كل حاجه، الموضوع مختلف تماما، الفرحه ما توصفش. يعني الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه، على الإصابة، على البطولة. الماتش مهم جدا وكانت لازم كان يبقى بداية موسم جديد بالطريقة دي. الحمد لله ربنا كرمنا واللعيبة كلها كانت على قد المسؤولية، والحمد لله الإصابة يمكن العضلة الخلفية، لكن لسه مش عارف بالظبط. الدكتور لسه يعني المفروض هو يشخص يعني سواء كان في أشعة أو لا، وربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية. احاول على قد ما اقدر اكون موجود، ولكن كل الناس اللعيبه كلها، اي حد بيلعب في اي مكان بيسد لانه عارف قيمه النادي الاهلي. بشكر جمهور النادي الاهلي على المسانده الكبيره بتاعت النهارده للعيبه وللفرقه، وده العادي وده اللي كل الناس متعوده عليه. كان الموضوع ممتع جدا بصراحه جوه الملعب وبره الملعب، لان جوه الملعب انا ما بكونش شايف ايه اللي بيحصل بره، بكون مركز اكتر في الكوره، لكن لما طلعت كمان بره الملعب الموضوع مختلف جدا. اتمنى دايما المسانده دي، وان شاء الله كل اللعيبه تبقى عند حسن ظن الجمهور والجهاز الفني والاداره دايما باذن الله. محمود متولي، احساسه ايه وجمهور النادي الاهلي بينادي عليك النهارده في اول يعني المباراه وقبل المباراه في التسخين؟ لان جمهور النادي الاهلي طبعا مختلف بشكل كبير جدا اما بيكون في مباراه مهمه ومباراه قويه، وبالتحديد لما بيكون امام نادي الزمالك. طبعا دي حاجه انا فخور بيها جدا، لان اي لعيب بيتمنى ان هو يلعب في نادي زي النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي ومع جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي. دي حاجه تتحط في سي في اي لعيب ان هو شارك ولبس التيشيرت ده. الحمد لله، الحمد لله على قد ما الواحد قدر، على قد ما عمل، لكن كنت اتمنى اكمل الماتش، لكن الحمد لله كل حاجه اسمها نصيب، دي حاجه بتاعت ربنا ما اقدرش اقول عليها لا. زائد ان زي ما قلت لك اي حد بيبقى موجود في اي بوزيشن بيأدي فيه من تيشيرت النادي الاهلي مسؤوليه كبيره على اي لعيب بيكون موجود جوه النادي، لان هو بيشوف جوه النادي قد ايه الناس بتحب التيشيرت ده وبتقدره وبتكون شايله مسؤوليته. يعني توفيق والف مبروك يا كابتن محمود. حبيبي ميرسي. بنشكر اكيد نجمنا الكابتن